not, I may or not, أنا جوز السن يا بويلي ويلي 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 يا بعيني عيني يا هي بس صير مدير عام بشكل رسمي بوقعها. وهي كمان. هي صار له اسبوع رايح المدير العام. امتى بده يطلع قراري؟ احسن شي لكان اتحرش بابو عامر واعزمه على الغدا. بركي هو بيفتح لي هالسيره. الو، مرحبا ابو عامر. الحمد لله الحمد لله، كيفكن؟ كيف العيله والولاد؟ ان شاء الله مناح. لا لا لا، ما في شيء، بس هيك بكره المدام عامله غدا كبه، ايه، وحبينا هيك نعزمكن. في امكانيه؟ حلوان شو عم تحكي جد؟ امتى رح استلم القرار؟ الله يخلي لنا اياك ويديمك فوق راسنا ولا يحرمنا من افضالك يا ابو عامر. الله معك، مع السلامه. بكره وبعده، بكره وبعده، بعد بكره رح يطلع القرار، رح صير مدير عام. انا مدير عام يا سماح. تفضلي سحر، هاي الألفين اللي أخذتهم منك، شكراً لك وكتر خيرك. وليه مستعجلة عليهم؟ أول وآخر بيدفعون، ادفعون هلأ أحسن من بعدين. إذا لازمينك خليهم معك، لا تزنقي حالك، أنا مو محتاجتهم، خير كتير. هالمزنوقة قولي مزنقلة، هلأ قبض راتبي. ليش صار أول الشهر؟ لكن يا ستي، ما رح تنتبهي لأول الشهر لأنك ما عم تنتصري، وجوزك بقبضك بدل الراتب عشرة. حسد ولا ضيقة عين؟ يا ستي متنتين. صدقيني يا سحر انك ما بتنحسدي، الغلط قد ما طال وسال وجال بالنهايه الصح هو اللي رح ينتصر، والغلطان رح يعض اصابعه ندم. ستي خلي ايدي هلا تتنعم بالذهب والالماس، ولما بيجي هداك الوقت ببقى بعضهم ندم. وبعدين بيكون بعلمك انت وياه جوزي بحياته ما عمل شي غلط، والمصاري اللي عم تيجيها عم يطلعها بذكاء وفهلويته وشطارته، وما حدا له عنده شي وما حدا بيقدر يمسك عليه هالقد. انت هيك بتفكري؟ الله يكون بعونكم، ما عم تعرفوا تقروا معطيات العصر الحديث. هاتي لشوف ست سحر، علمينا علمينا من شان الله كيف نقرا صح. ايه هلا ماني فاضيتي لكم، جوزي عامل حفله وعازم ناس مهمين، دوبني لحق اعمل شعري. باي. الله معك، باي. يا سيدي نعمة كريم، حاجك عد راتبك، امشي. انت مالي عم عد راتبي؟ لك قال عم تحسبه. لا بس بدي اشوف شو بده يصفى لي بعد ما اعطيه الدينه. ولك عمي حط راتبك بجيبتك وترك الديانه للشهر الجاي، اذا وفيته رح تتدين كمان الشهر الجاي. يا سيدي ما رح يتدين ولا رح يعمل شيء، وما رح يقدر يعمل شيء لحتى مرته تبطل طلبات بطعمه ولا طعمه. انا محله بطلقها وبتجوز وحده ايدها ماسكه، بصير مليونير من هالراتب اللي عم تعطينا اياه الحكومه. حاجه حاجه بقى انت ويا مسخره، يعني حالتكم مو احسن من حالتي، كلياتنا بالهوا سوا، حارتنا ضيقه ومنعرف بعضنا صح؟ الحمد لله انا ومرتي عايشين براتبي وراتبها، وبحياتنا ما مدينا ايدنا ولا تدينا ليره وحده. ليش دخلك؟ قديش صار لك ما اشتريت طقم جديد؟ منوعك في لهذا الطقم. جديد عتيق ما بهم، المهم انه ساتر حالي، وانا ومرتي واولادي بصحه منيحه. سيدي ابقى قابلني بكره لما بيكبر ولادك وبيكبر مصروفهم، شلون بدك تدبر حالك بالمصروف براتبك وراتب مرتك؟ لا تخاف علي، حاسب حساب لكل شيء. هات قلي، قلي مجهود، شلون عم تزبط معك؟ شلون حاسبها؟ حبيبي انا بلشت دور على شغل من هلا اضافي بعد الظهر. والله شو؟ اي ناس معها شهادات عليا شغل واحد ما عم بتلاقي، فكرك رح تلاقي انت. يعني بجوز ما الاقي بهالسرعه هاي، بس الا ما الاقي شيء يناسبني. ايه الله يبعت لك، امل غسان بالجنه. ثلاثة اجرة. 2000 للسمان
و2000 للخضري و3 قصوطة ما بيبقى شيء مراتي صح معناتها؟ لك حاجة شو صح؟ صح صح معي لغسان وقف حسابات الرقم الأولاني تبع أجرة البيت طير لك الراتب كله. ماجدة شو أخبار أخوك بأستراليا؟ الحمد لله كتير كويسة. ابن عمي فوراً أمن له بيته شغل منيح. وقديش رح يعطيه بالشهر؟ ما بعرف بس أكيد ما رح يبخل عليه. ماجدة يعني إذا ما في أسئلة تدري تحكي مع ابن عمك يدبر له شغل لأخي بأستراليا؟ ايه تكرم عينك إذا صار مناسب وحكى معي بسأله. يعني ما بتنسي؟ إن شاء الله لا. عن جد ما رح أنسى لك هالخدمة طول عمري. ألو؟ أيوة؟ أنا مدام ماجدة، مين معي؟ أهلا وسهلا. طيب أنا جاي فورا. شو ماجدة؟ مين المتصل؟ يا ستي ما رح تصدقي. مين؟ سكرتيرة السيد الوزير. وشو بدها منك؟ هي ما بدها شيء، بس السيد الوزير بده. السيد الوزير؟ شو بده؟ ما بعرف بس هلا بقابله وبعرف. اذا السيد المدير العام سال عني قلي له انه انا عند السيد الوزير. تفضلي. شو هاد؟ ريو بتعرفي. مديرة عامة؟ نعم. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. شكراً كثير على ثقتك فيه. أنا متأكد أنك راح تبذلي جهدك مشان تكوني مديرة ناجحة. وبحب نبهك من هلأ، المنشأة الاقتصادية اللي راح تستلميها فيها مشاكل كثيرة، وبدك تتعبي كثير لحتى تقدري تلاقي لها الحلول المناسبة. بوجودك جنبنا وبتوجيهاتك كل المشاكل بنلاقي لها حل إن شاء الله. سيادة الوزير أنا بتشكرك كثير على ثقتك فيه. هالثقة غالية عندي كتير، والله يقدرني حافظ عليها وزيدها كمان. الله يوفقك، بس بحب نبهك على شغلة مشان تاخذي حذرك منها. تفضل. راح يكون عندك معاون اسمه الأستاذ شاكر، انتبهي منه كتير. أول شيء لأنه كان عم يخطط ليصير مدير عام وأنت خطفتي لقمة من تمه، وتاني شيء ما بيحب المرة الموظفة، وتالت شيء خطه حلو. إيه الله يهني فيه. في عندك مستخدم كبير بالعمر شوي اسمه أبو فاضل وبيهمني أمره، يا ريت تتوصلي فيه. على عيني. بإمكانك تستلمي منصبك الجديد اعتبارا من بكرة. بتمنى لك التوفيق. شكرا كثير سيادة الوزير. مع السلامة. لا تخاف لا تخاف، حط ايديك ورجليك بمي باردة وحط ببطنك بطيخة صيفي. ايه لا على مسؤوليتي. التحقيق مع المدير العام السابق ما رح يوصل لعندك بنوب. لك قلت لك لا تخاف، انا حليت لك اياها بطريقة الجن الازرق ما بيقدر يكتشفها. ايه اطمن، المدير العام الجاي منا وفينا. لا تنسى الشيء اللي اتفقنا عليه. خلص خلص. ايه منلتقى عندك بالمزرعة اليوم المساء ومنحكي. الله معك. الف الف مبروك يا ماجدة، والله والله بتستاهلي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب، عقبال عندك ان شاء الله. يا ست انبسطي، هي صرتي رئيسته لجوزك. نعم، وشو علاقة جوزي بالموضوع؟ شلون شو علاقته؟ ما هو بيشتغل بنفس المعمل اللي صرتي مديرة عامة له. عم تمزحي؟ ورجيني لشو؟ طيب والله مظبوط؟ شلون ما انتبهت لهالشيء؟ يا ستي الظاهر الفرحة نسيتك كل شيء. الظاهر هيك. هيك ما بتفترقوا لا بالبيت ولا بالوظيفة. مالتي النديمة، شو صار بالعريس اللي حكيتي لنا عليه؟ قلعته. لا ليش؟ شو ليش؟ موظف كحيان عايف التنكة، شو بدي اخده اعمل فيه؟ الله بيعطي الانجاص للي ماله دراس. ايه خذوهم فقراء يغنيكم الله، ليكني اخذت واحد موظف ما معه يلي بترن، وليكنا عايشين وماشي حالنا. بالعكس، لا تردي عليها ديما.
المثل بيقول إذا حبيت حب أمير لحتى إذا عيروك تستاهل التعيير. وبعدين خليك على أقل من مهلك مثل ما بيقولوا، خلوا العسل بجراره لتجي أسعاره. إيه بس إذا طول العسل بجراره بكرة بيحمد وبيبطل حدا بيأكله. لا تسمعي دمدومة، لا تسمعي، لأنه العسل إذا كان أصلي بيضل بجراره، بيعتق وبيغلى. ديما حبيبتي أنا بحكي مشانك، إذا كل ما أجاكي عريس بدك ترفضي لأنه ما عنده وما معه، بكرة ما بتحسي على حالك غير والقطار فاتك وأنت واقفة عم تستني فارس أحلامك. شو قصدك يا بخانو؟ قصدي واضح. إيه اشتغلوا اشتغلوا، تضربي منك إلى اضربي منك إلى زيت صار جاي. عم حسين يا عم حسين يا عم حسين. صحة شباب. عين رويتك تفضل. صحة. تفضلوا. وشامو أبو سعيد. الله يسلمك. لك الله حلو، ما حدا بينسى البانير اللي حطيتها بمباراة السلة تبع المديرية. هلا رح اجيب لكم الشاي. الله حلو. حلو ابو سعيد. اخي انا ما تجوزت وحدة غنية لانه اريح لمخي. متخيل حالك شو يعني تروح تتدين مثلا من ابن عم مرتك شي مبلغ من المصاري؟ لك بتسوى عمله للرجال هي. ليش بقى؟ شلون ليش بقى؟ مبين القصة. الغنية إذا كانت زوجتك بتفكر أي شيء بتجنوبي عمركو هي اللي جايبته، وساعتها بتنكسر شوكة الرجال وبيقعد مثل الطرطور بالبيت. أنا شخصياً بفضل أن يكون الرجال صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. نعم أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. صحيح. دخيل أولتك وآخرتك أنا. الكلمة اللي لازم تمشي بالبيت هي الكلمة الصحيحة والمنطقية والمفيدة. لك طبعاً بغض النظر من أي المرأة ولا الرجال. صحيح. وبعدين مع احترامي لرجوليتك وكلمتك العليا، مرتك افهم منك بكثير، هي مع سياسه واقتصاد وانت ما معك بكالوريا. صحيح. لك حاجه بقى، شو فاكرين الشغله بالشهاده؟ يا عمي العلم شيء والحياه العمليه شيء. خود انا مثلا صعيب معي غير بكالوريا، بس انا افهم من مرتي ب 20 طاق بالحياه العمليه وقادر على اتخاذ القرارات الحكيمه والمفيده. صح. انت عم تحكي هالحكي لانه بتعتبر المراه ضلع قاصر، بس انا مرتي بالبيت ياما اقترحت اقتراحات وكانت مفيده. صح. لك اخي انا مو ضد انه مرته الواحد تقترح، بس ما تعمل شيء ولا تقرر قبل ما تاخذ رايي. شو انا منوب يعني؟ مزبوط والله، معناته صح. معناته مالك ثقه بمرتك. صح. لك اخي مو موضوع ثقه، بس الرجال هو الاساس، يعني ما بصير تتصرف شيء قبل ما تسالني، والا بصير انا بعدين صفر على الشمال وطول عمري بحب كون صفرين على اليمين. انا اذا هيك عم تحكي معناته صح. شو الحكي؟ صح. كل واحد عقله براسه بيعرف خلاصه. هذا هو صح. صحتين وهنا، شو شايف؟ ما في زيت؟ ايه وجودك بزيتها استاذ شاكر، عماتك بتحبك. تعال كل لك لقمتين. تعال شيلوا الاكل بسرعه على الطاوله. ليش رجع المدير العام؟ انا الان بقوم مقام المدير العام. عود بسان حاجه. لا لا عود قال لك بيقوم بمقامه، لسه ما صار المدير العام. مرنا اياها اليوم. هالمره رح مرها واكتفي بتنبيه مسجل، بس الله يطعمكم ويشوفكم تاني مره عم تاكلوا بالمكتب، ترى ما رح ارحمكم ابدا. لازم تعرفوا انه عهد التسيب والفلتان راح وانتهى وبدا عهد جديد، هو عهد النظام والانضباط. كب شباب. مدير مدير اذا وقف الجمال ببابه تعلسم من ثغره المتبسم. خالص شكرا وما في داعي للكولكي. قال عبد النظام شو مالي على راسنا من العقل سعيد. اخبار 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 اخبار، بديتوا باخر خبر؟ خير يا ام اخبار. سمعت لكم انه الاستاذ شاكر نساء العالم متورط مع المدير العام، بدهم يلحقوا فيه. ايه ومين قال لك؟ مصادر موثوقه لا نستطيع الكشف عن اسمها. ايه العيش كثير تسمع كثير. مزبوط. شو يا؟ شو عملتي لهم جنب التبولة؟ بدي اقلي لهم شوية بطاطا، شو يعني؟ شو بدي اعمل لهم؟ أنا فاضية كل يوم أطبخ لهم طبخة شكل. ما زال مالك فاضية، ليش ما بتستقيلي من الوظيفة وبتتفرغي للطبخ والنفخ؟ أهلين أستاذ شاكر. هلا هذا مكتب حكومي، لما مطبخ لا تطبخوا وتنفخوا فيه. إيه نحن آسفين، هلا بنضبهم. أصلاً أنتم كل وجودكم هون غلط. ليش أستاذ كنتوا تقولون على مكاتب جديدة؟ وجودكم بالوظيفة غلط. لا يا أستاذ ما حبيتها منك. أنتوا لازم تقعدوا ببيوتكم تطبخوا وتربوا أولادكم وتتركوا محلاتكم لهالشباب الصائعة اللي ما ملاقي وظيفة تعيش منها. هو من ناح أنه نحن لازم نتزوج ونقعد ببيوتنا، فمعك حق،
لكن باقي كلامك هو انحياز وتعصب للرجل وعدم مساواة مع المرأة. وبتعرف يا أستاذ نحن في زمن يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل وتقديم إمكانيات المرأة كما يجب. لك أن المساواة اللي عم بتطالبوا فيها؟ أنتوا الله خلقكم للطبخ وبس، وكل شيء بينقلكم غير هيك غلط، ولو بيطلع بإيدي لسرح كل النسوان من وظائفها. يا الله يا أستاذ، بتكون خدمتنا خدمة العمر، بس لا تنسى أستاذ قبل ما تسرحنا تضاعف رواتب جوازنا. اضبوا هالبقدونسات وبالعلاك قبل ما غير رأيي وبدل عقوبة الإنذار بعقوبة أشد منها. إن شاء الله يا شاكر نساء العالم بيكون الخبر اللي نشرته عنك صحيح وبلحقوك بالمدير العام. يا الله شكارة في ما رح ضب البقدونسات لخلصهم. مرحبا مدام. أهلين. طمنيني شو صار بمعاملتي؟ إن شاء الله توقعي. والله معاملتك يعني بدها شوية وقت. لإمتى؟ لحتى الله يفرجك. شو يعني؟ هديك الجمعة قلتي لي رجع بعد أسبوع بتكون معاملتك خالصة، هلا عم بتقلي لي لحتى الله يفرجها؟ شو عم تضحكي علي حضرتك؟ يا أخي ما عم بتضحك عليك، معاملتك بدها توقيع المدير العام، والمدير العام ما وقعها، شو عمل يعني؟ ليش لهلا ما وقعها؟ المدير العام مسافر. وإمتى رح يرجع حضرته؟ قلت لك لحتى الله يفرجها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير خير، شو في مدام سماء؟ الأخ والده متعهد إلو عنا معاملة قبض ما وقع المدير العام. وين المعاملة؟ موجودة. عطيني إياها. لك أخ مني المعاملة مخبيتية عندك وعم تقدفيني لحتى يفرجها الله؟ لك شو أنت ما بتخافي الله؟ ما في ضرورة لهالحكي، احترم حالك. تفضل معي. استاذ خير، شو في؟ شو المعاملة؟ راجعنا بعد اسبوع. ولا شو اسبوع؟ استاذ المعاملة قانونية ومستوفاه كل الشروط وما بدها غير هالتوقيع الصغير. لك هذا التوقيع اللي عم بتقول عنه صغير هو اهم شيء بالمعاملة. ويا ريت تتكرم علي فيه، والله صرت دافع اجور مواصلات قد كل شيء بدي اقبضه منكم. قلت لك راجعنا بعد اسبوع. خلص لا تكون لجوج. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سماح يا سماح، خير استاذ شاكر؟ شو في؟ ليش ترك الزريعه هيك؟ شبه الزريعه؟ عطشانه، لا سقيتيها والاوراق وسخه مو مسحتيها. ايه هلا بقول لابو فاضل بيسقيها وبيمسحها. ليش ما بتعرفي انت؟ هي مو شغلتي. ليش انا عرفان شو شغلتك؟ يلا يلا اشتغلي بسرعه بحق اكلك. يلا العم شبهها؟ ليش هيك عم يحكي؟ معقول يكون هو؟ وليه على هالمصيبة؟ هذا عدو المرأة، أكيد إذا إجا رح يكنسلني من هون. لا تصرف ولا قرش، بتخلي الفواتير كلها بمحلها ليتعين مدير عام جديد. لسه ما صار شي بشكل رسمي، السيد شاكر لساته نائب مدير عام. قلي لشوف، وصلت التفتيش لعندك؟ إيه، شو سألوك؟ وانت شو قلت لهم؟ برافو عليك، منيح منيح. لا لا ماشي الحال، الله معك. اهلا استاذ شاكر. اهلا، شو اخبار الامور الماليه؟ مثل ما بتعرف الاحوال تعبانه كثير، واصحاب الفواتير عم بتطالب بفواتيرها، والتفتيش هلكنا. بسيطة بسيطة، خليهم ينتظروا شوي، ما حدا بيرحلوا شيء. بكرة أنا
قصدي المدير العام جديد رح يحول خسارة المعمل لأرباح، ساعتها بندفع كل الفواتير اللي علينا، وبالنسبة للتفتيش لا تهكلهم. الله يسمع منك. شو بدي أقول؟ كأنه مكتب المدير العام بده تظبيط. تظبيط؟ مثل شو؟ يعني شوية ترتيبات. ليش المستخدم ما عم بينظفه؟ عم بينظفه، بس كأنه طاولة المكتب بدها تغيير. وشبه طاولة المكتب؟ يعني صار لزمان، وبما أن المدير العام القديم كان يقعد عليها، وهلأ جاينا مدير عام جديد، فلازم نحط له مكتب جديد يعني. يا سيدي لا يتعين مدير عام جديد بغير على كيفه، أنا هلأ ما بقدر أصرف ولا قرش ولا حق برغ جديد. معك حق، بكرة المدير العام الجديد بيجدد على كيفه. بدك شي مني؟ لا سلامتك استاذ شاكر. أنا بمكتبي إذا اعتزت شي. حاضر. بص ايدي التنتين اذا مو سنه اسنانه على منصب المدير العام. يا سوي كل شيء يا لطيف. شو شايفة حالك؟ إنه ما في حدا غيره بيروح بيجي بسيارات الحكومة، كل ما تتفضلوا لوصلكم ما قالت. مليح ما كان أبوها شي مدير عام أو وزير، كله شفت مدير هالقد قده. جبتي لي السي دي اللي أعطيتك إياه إمبارح؟ إيه جبته. عجبك؟ كتير حلو بياخد العقل. رقصهم حلو؟ بفلج، حتى وهي عم ترقص بتجنن. لك شو بك؟ روح احكي معها. بستحي. وكيف لكان بدك تعرف عليها وتصادقها اذا كنت بتستحي؟ لا انا بكفيني هيك اطلع فيها من بعيد لبعيد. لك امشي. أهلين لك يا ميت. أهلين وسهلين بوش السعد. شو شايفك مبسوط؟ شو القصة؟ قريبا رح تعرف إن شاء الله. على طول مبسوط. خبرني شو أخبار المدير العام السابق؟ تقرير الرقابة والتفتيش ارتفع للقضاء، الموضوع كله صار بإيد المحكمة. معقول يجيب سيرتنا بالتحقيق؟ إمام مصلحته يفتح عليه بواب مسكرة. بعدين نحن ما لنا علاقة بشي، كل الأمور تمت بموافقته وبتوجيهاته وبتوقيعه. الله يستر. زبطت الأمور المالية مثل ما قلت لها؟ زبطتها. وشوي الأوراق أرجين لي شوي. هاي خطة العمل لهالشهر هذا. أي شو منستفيد إذا نفذنا الخطة وأنتجنا الكمية والمستودعات مليانة وما في عنا محل نحط فيه شيء؟ المفترض إنه نحن نلاقي طريقة لتصريف الإنتاج، مو لإنتاج كميات جديدة، وإلا بيخرب بيتنا. طيب مزبوط، بس شلون منصرف؟ ألو يا ميت أهلين، يا ميت أهلين بالوزارة وباللي بيشتغلوا بالوزارة. إيه شو هالحكي؟ مين وها؟ نعم ماجدة. ماجدة شو؟ ألو ألو خير خير خير. شو بدك أسوي؟ على راسي على راسي. خير أستاذ شاكر شو صار؟ طمني شو صار؟ شباب شباب أدي حالك. صحتين صحتين. تعرف مين عينوا لمدير عام جديد؟ أنا؟ لا يا ريت. شو وحدة مرة؟ مرة؟ اتصور بكل سوريا مرة ورجال خرج المنصب، هي آخرتها؟ معقول ترأس علينا مرة؟ من جد عم تحكي استاذ شاكر؟ أقصى رجال أقصى. لك شو هدول النسوان شو اللي طالعوا من بيوتهم؟ مين عينهم بوظائف الدولة؟ بسيطة بسيطة، هدي حالك، شرب شوية مي وهدي أعصابك. بسيطة. لك ما عاد في عقل. طول بالك. أنا الأستاذ شاكر على سن رمح، تترقصني وحدة مرة؟ مرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذ شاكر هدي حالك لنعرف شو بنساوي وكيف نرتب أمورنا وشلون بنستقبلها. شو عم بتقول؟ نستقبلها؟
فشرت بعينة أني استقبلها أو بارك لها، مو تكون مديرة عامة، إن شاء الله تكون وزيرة. قال استقبلها. طيب ما قالوا لك شو اسمها؟ قالوا لي ماجدة نظمي. ماجدة نظمي؟ إيه ماجدة نظمي. بحياتي لا سمعت باسمها ولا باسم عيلتها. لا لا، ماجدة نظمي بتكون مرته الأستاذ هادي. لك مين هادي؟ الأستاذ هادي هدهد الموظف عنا، رئيس قسم الذاتية. أنت متأكد؟ إذا ما خانتني ذاكرتي هي، لأنه مرة سمعت نكت عليه وعلى مرته، قال لأنه الهدهد كل ما جاع بياكل مرته. الله يلعنه هو ومرته. أنا رايح على مكتبي، عن إذنك. هالخطة إيه تضربوا أنتوا هالخطة. يعطيك العافية أستاذ، شوف لي هالمعاملة والله. حبيبي ولك شايفني عم بشرب شاي، روح شوف الأستاذ اللي يعطيك العافية. أهلين وسهلين يا أهلين، أهلين على راسي. عند الأستاذ رئيس القسم. يعطيك العافية أستاذ. أهلين مرحبا. إذا بتريد شفنا هالمعاملة. إيه ماشي. هي الشفت لك يا أبو الشفت عند معتمد الرواتب. آخر غرفة على اليسار. شكرا. أهلين وسهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين استاذ موفق. لا والله لا والله ما بتفز، خليك قاعد استاذ هادي ولو مشان واجبك يا استاذ موفق. الله يكبر لي واجبك، بعدين ما في بيناتنا هالرسميات. اخي موفق الك ولا للديب؟ خس الديب، قل لي شو بتأمر ورقبتي سدادي. هذا يا سيدي انا والشباب حاطين ايدنا بزنارك. انا ما بحط ايدي بزنار حدا. لك يا سيدي تكرم، انت والشباب بس امروا. بدنا بمعيتك تتواصلنا عن الأستاذ شاكر، الغينا العقوبة اللي فرض علينا لما شافنا عم نفطر بالمكتب. إيش هو التواضع يا أستاذ هادي؟ أنا بدي سوي لك واسطة، إما أنا بحاجة لحط إيدي بزنارك وأطلب منك مساعدتك. الله يبارك لنا فيك يا أستاذ هادي. يا حسرة علي، إيش هو بيطلع بإيدي أخدمك أنا؟ معناتها مالك دريان بالخبر يا سيدي، أنا هلأ رح بشرك أحلى بشارة. إيه هات لشوف، خبرنا وبشرنا. اللي لشوف، شو اسم مرتك الثلاثي؟ لك اخي شو بدك باسم مدامتي؟ ما بدنا نخلص من القصه. ارجوك يا استاذ هادي لا تفهمني غلط، انا قصدي شريف. صدقني الخبريه حقها مليون ليره، بس قبل ما اتاكد من صحه الخبر لازم اتاكد من اسم مرتك الثلاثي. شوف استاذ موفق، اذا قاري اسم مرتي بالرابحين بشهادات الاستثمار او باليانصيب، بحب طمنك انه نحن بحياتنا ما غامرنا هيك مغامره. اصلا يا دوب نلبس ونشرب وناكل بهالمعاشين. أخي اسم مرته ماجدة نظمي، قلنا بقى لنشوف الخبر تبع المليون ليرة. هلأ المدام ماجدة نظمي بتكون مدامتك؟ لك إيه مدامتي، شو عيبه؟ شبههم بيت نظمي. بالعكس هذا شرف كبير إنا ولك. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك يا أستاذ هادي، ألف مبروك. لا تشلشني أستاذ موفق، فهمني شو القصة. هلأ رح زفل لك أحلى بشرة، من شوي إجانا خبر، خبر من الوزارة إنه المدام ماجدة نظمي ذات العفاف والحسب والنسب تعينت مديرة عنا هون. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. صحيح أنا بحترمك، بس ما بسمح لك تجيب سيرك مرتي إن شاف مسخر وتطلع هيك تشعب. طول بالك طول بالك طول بالك أستاذ الحين طول بالك. نسيت الأستاذ موفق مين بيكون؟ مين ما كان يكون ما بصير يتمسخر. لك صدقوني يا جماعة والله ما عم بتمسخر ولا عم طالع إشاعات. هلا من شوي إجانا تليفون من الوزارة إنه ماجدة نظمي صارت مديرة عامة عنا هون، وإذا ما لكم سديد اتصلوا بالوزارة وتأكدوا. خلص اسكت. حاضر. يا حبيبي ما أحلاها ماجدة تصير مديرة عامة وصيروا ينادوا لي أنا جوز الست. اخبار واحد بعيد، اخبار 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 بتفلت، اخبار كتير 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 حلوه. يا لطيف شو هالاخبار اللي مجننتي؟ هاتي الحلوان. انو حلوان؟ عينوا لنا مدير عام جديد، ما يكون الاستاذ شاكر. لك لا مو هو. لك مين؟ ما راح تصدق اذا بقول لك. والله انا ما بصدق الا اذا عينوا حدا مننا بالمديريه، وهذا مستحيل طبعا. وليش يا مس غدير مستحيل؟ في شيء مستحيل هالايام؟ شو قصدك؟ لا تسني سنانك حبيبتي، ما حدا قرب صوبنا، بس هالمرة المدير العام واحد منا وفينا. مين؟ وحدة ست. وحدة ست؟ ايه المدام ماجدة نظمي مرته للأستاذ هادي رئيس قسم الذاتية يلي عنا. ايه ومتأكدة؟ ايه والمديرية مقبولة طبل بالخبر.
معناتها لازم نغير المثل ونصير نقول يلي بتتجوز عمنا من إلا يا مرت عمنا. أنا ماني عاطية فرحتي لحدا. وشو فرحك كل هالقد يا بعدي؟ يا ستي أول شي خلصنا من كابوس الأستاذ شاكر وحقده على النسوان. ثاني شي باعتبار المديرة العامة هي واحدة ست مثلنا فأكيد رح تقدر وضع المرأة العاملة وما تدقق علينا. يعني صار فينا ننقي بقدونس ونحفر محشي ونلف ورق عنب، كمان صار فينا نروح على البيت قبل نهاية الدوام مشان نطبخ لجوازنا وولادنا. مين قده يا عمي؟ الأستاذ هادي صار جوز الست. والفرحة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مرتو للأستاذ هادي صارت المديرة. شو رأيك نروح نبارك له؟ هلا؟ لك ايه هلا بدق الحديد وهو حامي. قومي. طب انتظري لتداوم مرتو. حبيبتي بنرجع نبارك له مرة تانية، مو خسرانين شيء. قومي. طيب بس لحظة بقى خلص المعاملة من ايدي ونروح. هلا بيسبقونا بقية الموظفين. قومي خلينا نبيض وش. قومي. قلتك شو قاسي غدير ما بتروحي معنا؟ أنا بعدين بروح. على راحتك. ليش بعد نروح؟ بقوم بروح هلا. اصلا بيكونوا مجموعين الشباب تبع المديريه كلهم. سلام الشباب. مبروك استاذ. خلي ايدك يا ام سعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. طيب. ايه تطيب. اهلا وسهلا. مبروك يا ابو الهند يا حبيبي. تفضلوا يا شباب. اهلا وسهلا. تفضل. ما بدي يسلم. ان شاء الله الف مبروك. تفضل. عم اقول لك ما بدي. هاتي لك وحده ثانيه. اويها ومبروك مبروك. اويها وريت عمرك مبروك. اويها وبهالمناسبه اويها ناكل كعك ومعروف. تطيب وارفلن بغير طيب. فريح المسك من ذاك الحبيب. حبيبي وهذا الحفل ماسم بكم جمالا وهادي عطره عند اللبيب. اوف 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 فشرت. هذا من شعري والله ونظمي. نظمي لك يا حلوه لبيتك دوم رتبي. رتبي ونظمي احلى مديره عنا والله ماجده بنت نظمي. نظمي وزوجها هادي شيخ الشباب. خلاص بقى كل واحد يروح لشغله. يلا يا جماعه يلا. لك شبك فقوموا جايني هنوك الجماعه. لك اخي ما بدي حدا يهنيني منيح هيك. روحوا عني. خلاص طول. يلا شباب اطلعوا بركه. حط الكاسه بالايد. يلا شباب يلا شباب. لا صار حطوها قبل ما تطلعوا. يلا دافعين رهنهم. يلا شباب تعي. يلا تعي. بكره بتجوا تاكلوا ملبس. العريس بده يرتاح. هلا الله مع دواليبكم. ما حدا رح ياكل الكم غيري انا. مرحبا. اهلين مجود. باركي لي نجاح. باركي لي. بشو بارك لك؟ الف مبروك. على شو؟ صرت مديره عامه. إيه لا 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 لك الف مبروك هاتي بوسه. الله يبارك فيك. ان شاء الله منا لاعلى واعلى لوزيره يا رب. والقايله. شو بدي اقول لك؟ انا بهالمناسبه عزمتك على الغداء. بس بدي منك تجي تساعديني شوي اذا كنت فاضيه. لك تكرم عينك مجود. لك انا على طول فاضيه لك حبيبتي. تسلمي لي. سبقيني. حضري اغراضك ولا حتى. ما تاخري. لا لا ولا يهمك. ايه انا ما عم صدق يلي صار. معقوله؟ معقوله يعينون لمرا؟ إيه بعدين شلون ابو عامر بيقول لي انه قراري بعد بكره رح يطلع؟ ايش عم بيكذب علي؟ احسن شيء اتاكد. رح تلفن له. الو. مرحبا ابو عامر. لا تواخذني عم تلفن لك مرة تانية، بس حدث التطورات لازم تعرفها. عينوا لنا مديرة عامة. هي خبروني من الوزارة. شلون يعني في غلط؟ يعني لسه في أمان؟ الله يبشرك بالخير. من وقت ما سمعت الخبر ما صدقت. قلت مو معقولة أبو عامر يوعدني ويعينوا غيري. أبو عامر
ولو عذبتك ممكن هيك تعمل لي شوية اتصالات وتفهم لي الموضوع. لا خلص خلص ما عاد احكي ولا كلمة، راح بحطهم بمي باردة خلص وراح انتظر. الله يبشرك. شكرا لك، شكرا لك حبيبي. يلا الله معك ابو عامر، لا تنساني الله يخليك. ها مع السلامة. يا ستي عملت المستحيل لحتى اعرف ليش الاستاذ هادي كان مزعوج. ما قدرت اعرف حدا بينزعج من هيك خبر. لك لا تفكري كثير بالموضوع، بكره بيدوب الثلج وبيبان المرج وبنعرف كل شيء. قلتك شو وانا مس غدير ابصر وين راحت. ليكي تعي عاونيني بالفاصوليات. يعني صدقيني لو بعرف ما كنت قصرت. ما بتعرفي تمشطي فاصوليا؟ لا ما بعرف مشط فاصوليا. لك شو بتعرفي حبيبتي؟ انا بقعد بالبيت بس بحكي سيار لمامي وهي بتشتغل كل شغل البيت، ما بتخليني لا شيء. وشلون بدك تتجوزي حبيبتي؟ ما بعرف فكري انتي قادرة، بظن شغلة كتير سهلة. قصدي شو بدك تعملي لجوزك؟ حب وسير. صحتين وهنا، خرجك تكوني عن جوزي كان طلقك من تاني يوم. يدخيلك اذا بدي اخده مشان اطبخ له وانفخ له بالناقص منه. الله يعينك على عقلاتك، اذا هيك بدها تضل افكارك ما رح تحسي وتدري الا وصافي جنب خالتنا غدير. وشو بهالانسة غدير خالة هبة؟ ما في منها، تنحط على الجرح بطيب من كتر ما انها طيبه وقلبها ابيض. حبيبتي لازم تعرفي انه انا لو كنت بدي اتزوج كنت تزوجت من زمان كتير. انا العرسان كانوا امم واقفين طوابير على باب بيتنا، بس انا ما بيعجبني حي الله، والا كان عندي هلا كم اولاد. وبجوز يكون عندك كمان احفاد، بس يعني بلا مؤاخذه ليش ما بدك تتزوجي؟ لانه انا ما قابلت فتى الاحلام اللي بيستاهلني. طيب استني لك شي 10 سنين تانية بركي بتلاقي فارس أحلامك. على كل المديرة العامة بكرة بدها تداوم وأكيد بدها تلف على كل المكاتب، لذلك قوموا طلع المصنفات ورتبوهم بشكل جيد حسب العائدية والتسلسل الزمني. حبيبتي اطمني ما حدا رح يقرب صوب هالمكتب. عم قول قوموا ورتبوا المصنفات. يلا انت على مكتبك وطبي فاصولياتك وحاجة حكي وعلك مصدي. قوموا. المديرة ارتباك من المديرة العامة الجديدة، النساء متفائلات بينما الرجال متشائمون والبعض مفارقة معهم. شو هاي مفارقة معهم وزابطة؟ ركيكي لازم لقينا شيء أثبت. شو بدنا نكتب؟ شو بدالة لقيتها. البعض غير مبالٍ بما يحدث على مبدأ يلي يتجوز أمي بندهلو عمي. هذا مثل شعبي ما بينكتر بين عمي. شو هاد اللي خبيته؟ لا 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 لا, لا. ما عم حل كلمات متقاطعة، ما بديش مراجع يشوفني. قلت لي كلمات متقاطعة. ها إذا مرق معك مثلاً حيوان قطبي من 8 أحرف بيكون الجواب الدب غسان. يا ترى ماجدة رح تضل مثل ما هي ولا المنصب رح يغيرها؟ مدك مدين شو هادي؟ مدك تنزل هون الوقت تبعك؟ لا بدي اوصل لقدام شوي في غرض بجيبه. تحرك معلم. الله يسلم هالايدين يا رجوحه. ماما انا جاهزه بدي اكل. ما في اكل لحتى يجي ابوكي. ما فيني انتظره، عندي دراسه وبدي فوت ادرس. فوت ادرسي حبيبتي وبس يجي بابا بنادي لك لحتى تغدي معنا. ما بقدر ادرس وانا جوعانه. لكن استني، ما في بالعاده جوزك يتاخر. شو بو اليوم ابصر شو صاير معه؟ والله ما بعرف. يخاف يطلع من المديريه 3:30 الا 5 تقوم تعاقبه مرته. قال بقعد لل 3:30 و5. بس ما خلص شبك عم بمزح. اهلين بابا. اهلين بابا. اهلين هادي. يلا فوت غسل ايديك وتعال تغدى، عملت لك كل الاكلات اللي بتحبها. مو جاع البالي.
في شيء. بلا في شيء. اللي مين زعجك لحتى أوصه؟ قلت لك ما في شيء. طب كتير منيح، إذا ما في شيء معناتها طلع نتغدى، لأنه محضرت لك مفاجأة حلوة كتير كتير كتير. مبروك يا سيادة المديرة العامة. شو عرفك؟ يعني مين خبرك؟ المديرية كلها درياني، طاشش الخبر طش، وكلهم عم يستنوا جيتك يا سيادة المديرة. حبيبي كأني حاسة إنه هالخبر مو مفرحك كتير. بصراحة لا. ليش بقى؟ لأنه هذا المفتاح ما بيطبق على هيك قفل. شو يعني؟ ما فهمت عليك. لا ماجدة، فهمتي علي منيح أنت. قصدك يعني إنه ما خرجي هيك منصب؟ يعني يلي عم بيصيروا سفيرات ومديرات ووزيرات أحسن مني؟ مو قصة أحسن منك، بس يا خانم اللي بدها تستلم مديرة عامة لمعمل نسيج لازم تكون عايشة بين الآلات، سمعاني صوت الآلة، بتعرف شو وجعها، ليش عم تعن، وانتي عدم المؤاخذة بحياتك ما شفتي آلة شخصي. مزبوط، حكيك فيه شيء من المنطق، بس ما هو الأساس، في شيء أهم منه. هاتي أتحفينا يا سيادة المديرة العامة. شغلة الآلات هاي شغلة العمال والمهندسين والمشرفين والفنيين، بس لحتى تدور هالآلات بشكل صح وتعطي إنتاج كويس والمعمل يربح لازم يكون في وراها مدير واعي ومتفاني في عمله، لحتى يقرر صح وينفذ صح ويراقب صح. صح الحكي ولا مو صح؟ صح حبيبي. قول بصراحة أنك متضايق لأني رح صير مديرتك. وليش لحتى أتضايق؟ اللي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. حبيبي هادي خلينا أجل هالنقاش لبعدين. الله يخليك، عزمي جارتنا نجاح على الغدا وما حلو نتأخر عليها أكثر من هيك. إذا بتريد مشاني. ايوه بتعرفيني خلطي تحكي على عادي لك. حلوان شو؟ انتي منين دريتي؟ لا والله ما خبرتني. بنتي ماجدة ما غيرها؟ لك يا حبيبتي الله يبشرك بالخير إلهي. ومن جهة الحلوان وقت بتحضري بيحضر واجبك على عيني وراسي. إن شاء الله عبال فرحتك بولادك يا حق. شكرا روحي، مع السلامة. شو بها ماجدة؟ صارت مديرة عامة. شو هالحكي؟ أي والله هيك جارتنا خبرتني. وليش ماجدة ما خبرتنا؟ والله ما بعرف، أحسن شيء اتصل فيها وبتأكد منها هي. مشغول. يلا بنرجع بنتصل فيها مرة تانية. الله يكون بعون هادي إذا كان الخبر صحيح. معه حق، بجوز يطير عقله من الفرح. إذا ما طار عقله من الفرح بده يطير من شيء تاني. شيء تاني؟ شو هو؟ بكرة بتعرفي. الله يستر. اي سوسو يعجبني كتير، بس ما بتعرف ترقص. شو جاب بينه وبين روبي؟ اي لا لا. اي روبا ماشي، بدك شي تاني؟ طيب اوكي فهمتيها، يلا باي. مين هي روبا اللي عم تحكي معها؟ رفيقتي بالمدرسة. بس انا ماني سمعاني بهالاسم من قبل. ايه هي طالبة جديدة اجت من اسبوع. شو كان بدها مني؟ في قصيدة ما انا فهمانتها شرحت لها اياها. بس ماني شايفة بايدك كتاب. ايه ما انا حافظيتها بصم. طالما حافظتيها بصم حبيبتي قومي ساعديني بشغل البيت ومسحي الارض يلا. انا ماني فاضية، عندي دراسة كتير، بعدين عندي مسألة الرياضيات وبدي حلها. ولا بدك يعني ارسب بالشهادة؟ لا يو، معقول بدي اياكي ترسبي بالشهادة؟ طيب حبيبتي انت خليكي لدرسك وانا خليني لشغل البيت ومسح الارض. بس أنا شايفة هذا الكتاب كتاب كيمياء مو رياضيات. يا الله يا ماما، عم يهلكونا الأساتذة كتير بالدراسة، شايفة كمان عندي مسألة كيمياء. مو معقولة شو عم يهلكوكي، هلكيون أنت حبيبتي. إيه؟ ادرسي وهلكيون هلك منك درس. يلا يعطيك العافية، شدي الهمة.